عرفت اليوم ملحقت أكاديمية التعليم بقلميم حفل افتتاحي لتأبين العلامة الشيخ محمد بن الشيخ دجيه بن الشيخ مالعينين بمناسبة مرور عام على وفاته. الحفل انطلق وحضره باشا المدينة والنقيب الأستاذ محمد الصباري عضو البرلمان عن دائرة قليميم والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، كما حضر الحفل أيضا ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الجهوي والمقاومة وأعضاء جيش التحرير وثلة من الدكاترة والأساتذة والفقهاء من مختلف جهات المملكة، ناهيك عن أسرة الشيخ الصغيرة والكبيرة من آل الشيخ مالعينين وجمهور تلامذة الشيخ ومعارفه ومحبيه. من خلال هذا الروبورتاج خلينا نشوفوا أجواء هذا الاحتفال ونشوفوا رحلات مجموعة من تلامذة وعائلة المرحوم. نحن هنا اليوم نحتفل بمرور سنة على وفاة والدي، ونحتفل أسرة الفقيد بشراكة مع مؤسسة الشيخ مالعيني للعلوم والتراث بهذا الحفل التأبيني، ولعله يوما يعني عظيما لأنه جاء معرفة الفقيد وأهله وأحبابه. قد بسطنا يعني ورقة تعريف بالراحل بأنه كان من رجالات هذا البلد الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وكان مجاهدا مربيا للأجيال، وكان يعني وطنيا إلى حد كبير، حيث ذات دافع عن وحدتنا الترابية ودافع في جميع المحافل عن قضية المغرب الأولى، قضية الصحراء، وهذا يعني يشهد له به الكبير والصغير أثناء ممارسته لمهنته في التعليم وكذا في الحقل الديني. وبهذا نكون قد نظمنا هذا اليوم وفاء لذكراه واحتفاء به وبخصاله وبمناقبه. سبحانه وتعالى يسر لنا حضور هذا الحفل التأبيني بعد الذكرى الأولى من وفاة شيخنا الشيخ محمد الجيه من الشيخ مالعينين رضي الله تعالى عنه وطير ومثواه. نأتي للتأكيد على أن العهد لم ينقطع مع عائلة الشيخ مالعينين، ولم ينقطع مع الشيخ رحمه الله تعالى من خلال ما أوصى به من دروسه ومواعظه وتوجيهاته، فنحن على العهد دائما، وإن مات فإنه لم يموت بل هو يعيش في حياتنا وبيننا من خلال موروثه ومن خلال حديثه ومن خلال توصياته. لذلك نحن الآن نجدد العهد مع أبنائه المضي قدما، ونحن على العهد دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد وأن يجعل مثواه الجنة وأن يحيطه بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى يوم ذلك القادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أسرة الفقيد والمجاهد والمواطن الشيخ دجيه بن مالعينين، الذكرى السنوية لوفاة هذا المقاوم المجاهد البطل التي حاولنا من خلال هذا اللقاء إلقاء كلمات لإبراز نضالاته وجهاده ومشاركته البارزة في ملحمة الكفاء الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وهذا ليس بعزيز ولا غريب على ابن أحد الأسر العريقة المجاهدة والمناضلة التي تربطها ارتباطا وثيقا بالدعاة العلوية الشريفة. حضوري تأبيني هذا الشيخ الشامخ والعالم الجليل الذي كنا سعداء أن نكون تلاميذه في فترة معينة من الزمان، كان أبا سموحا طيبا لطيفا مهذبا. تمتعنا بتربيته الرائعة التي كانت تمثل المثل العليا وتمثل سلوك شيخنا الشيخ مالعينين. شغل عدة مناصب تربوية ومناصب أيضا علمية، خصوصا أنه تولى رئاسة المجلس العلمي المحلي لقلميم
مما مكنه من الانفتاح على المجتمع. في نهاية الحفل تم تسليم مجموعة من الأدروع المجموعة من الدكاترة المشاركين في هذا الحفل، وأيضا تسليم مجموعة من الأدروع للمساهمين في إنجاح هذا الحفل التأبيني. ويبقى الحفل التأبيني من خلاله تتجدد الرحمات على العلامة محمد بن الشيخ دجي رحمة الله عليه، وكآلية لإحياء صلة الرحم.